أنا الحقيقة عايز أسأل حضرتك، يعني كيف تكتشف النجوم؟ كان في شغلانة زمان كده كان اسمها الكشاف. الكشاف ده كان يعني بدأ في حكاية في كرة القدم، وكان الراجل ده بينزل يلف على الأندية في الأقاليم والشركات وكده، ومن ضمن من أشهر الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الحكاية دي واحد اكتشف كابتن محمود الخطيب في نادي اسمه نادي النصر. راح لقى شاب صغير كده بيلعب بس بنيانه قوي جدا، ونقله من نادي النصر ده هو نادي مجهول لنادي الأهلي، وتحول هذا الراجل لواحد من أهم الناس اللي بيلعبوا في كرة القدم. وفي الفنون كان فيه الأستاذ أنور وجدي والأستاذ رمسيس أديب ومجموعة من الناس اللي كانت شغلتها البحث، بس ده دور البحث ثم التبني ثم بالزبط. التعليم صحيح. فهل يعني ده بيحصل ده محتاج حضرتك؟ إيمان إيمان شديد جدا بفكرة أنه تدور عليهم إزاي. أنا بقول أنه جزء كبير من نجاحنا الاختيار الأولاني، يعني إحنا بنفضل نمتحن الناس فترة طويلة جدا لغاية ما نختار اللي يستحق انه ينال هذه المنحه، واللي يستحق انه يتدرب جوه المكان ده، لان هو ده مكان خشن جدا والتدريب فيه كتير وعنيف ومرهق جدا، لدرجه انه انا كنت دايما اقول لهم انتوا داخلين الجنه، لانه زمايلكم نجحوا قوي، فانتوا متخيلين ان اللي هيخش النهارده هيطلع بكره على افيشات الافلام. هو في الواقع الموضوع مش كده خالص، الموضوع ان اللي قبلكم دول تعبوا جدا علشان يوصلوا للمكانة اللي هم فيها، لدرجة ان كل يمكن شركات الانتاج اللي في مصر بقت اول مكان تروحوا علشان تشوف الولاد، تيجي تشوف جوه مركز الابداع الفني، لانه جزء من نجاحنا هو اختيارنا الاولاني، مش بس واحد سوي فنيا لكن كمان سوي انسانيا وسلوكيا وعنده قدرة وقابلية للتطور، فده صعب اختياره. يعني أنا بشوف أن جزء من نجاحنا هو ده، ثم إيماننا الشديد بأن إحنا، أنا عندي إيمان بأن ما فيش مخلوق في الكون ما فيهوش حتة دقيقة واحدة بيبقى فيها أجمل واحد في العالم. أنا بقعد شهور أدور على الدقيقة دي، يعني أقعد أشوف كل اللي عندك وأقول لي أنت بتبقى وأنت سعيد بيبقى شكلك إيه، وأنت متوتر بيبقى شكلك إيه، وأنت منفعل بيبقى شكلك إيه، وأنت بتبكي بيبقى شكلك إيه، وأنت بتصرخ بيبقى شكلك إيه، لغاية ما أروح لاقي الدقيقة دي. ده بحث طويل علشان اكتشف اقدمك للناس ازاي، من فين صورتك الجميلة دي، وانت بيبقى شكلك ايه. فبنقعد ندور مع بعض لغاية ما نلاقي هذه اللحظات في عيون الطلبة بتوعنا ونقدمها ونجمعها مع بعض. ثانيا، طريقة التعليم بتاعتنا ان احنا بنختار ناس اعمار مختلفة وبيدرسوا في أماكن مختلفة. أي سن؟ أي سن، يعني من أي مرحلة عمرية، من أول الثانوية العامة فيما فوق يعني. فهذا الخليط اللي عنده خبرة بينقل اللي ما عندوش خبرة، واللي عنده خبرة وما عندوش طاقة بياخد من اللي عنده طاقة وما عندوش خبرة. فكيمياء صناعة الفرقة. أنا بقول لهم دايما أنا بختار عيلة عشان دول هيقعدوا مع بعض سنتين ثلاثة، فبختارهم في كيمياء ما بينهم تصلح لان هم يتعلموا من بعض ويكتسبوا الحاجه، وحتى الخلافات اللي بتحصل ما بينهم هي خلافات بتؤدي للامام، بتدفعهم للامام، بتخليهم يعندوا ان هم يكونوا افضل وان هم يكونوا احسن، وانه واقعد ابدل جوه لغايه ما اوصل للمعادله المظبوطه. يعني ده يشتغل مع ده وده يشتغل مع ده وده يشتغل مع ده، ثم لا ده ما ينفعش، ونفضل نشتغل هذه التجارب لغايه ما نوصل. اللي بيتعرض قدام الناس ده هو النتيجة النهائية لجهد ممكن يستمر سنة أو سنتين علشان نخلق معادلة من مجموعة من الموهوبين نحطهم جنب بعض، فحضرتك تشوفهم في أجمل لحظاتهم. قعدت أرفض لحد ما اتخرجت من الجامعة، دلوقتي هتبقى إيه حجتي؟ هنفضل نرقص كده لحد إمتى؟ انت مش هتبطلي زن ده؟ اديني بكون نفسي لحد لما ربنا يسهل. على فكره انا عيد ميلادي بكره. كل سنه وانت طيبه. هتم 30 سنه. قولي دلوقتي حالا هتتجوزني امتى؟ محمود حبيب.
حبيبي محمود. وحشتني قوي. 3 سنين مش قادرة على بعدك أكتر من كده. من فضلك ارجع. حبيبتك منى. ملحوظة. هتيجي امتى؟ يعني اعمل ايه؟ مش قادر اجيب شقة تمليك والايجار الجديد غالي عليا قوي. انت استحملتيني كتير، اصبري شوية كمان بقى. احنا بقالنا 5 سنين مع بعض. خلاص زهقت من الرقص. لو بتحبني صحيح تخاف